السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعي الكرام حياكم الله. طبعا اليوم معنا فيديو بعيد عن الأخبار والأمور السياسية. حاليا عندنا طبعا كورس، طلقنا كورس لصناعة التطبيقات البسيطة من دون أي لغة برمجة. إذا كنت مهتم تابع مع الفيديو للنهاية لمعرفة محتوى الكورس، ويعني ما راح يعني إيش راح تستفيد من هذا الكورس طبعا إذا تابعت الكورس في النهاية. إذا كنت مهتم بهذا الأمر تابع للنهاية. خلينا نقوم بالانتقال. بسم الله. أول شيء، إذا أنت ما تحب تشتغل بمجال الإنترنت وما عندك أي خبرة، حاليا في مجال صناعة التطبيقات البسيطة. تقدر تصنع تطبيقات من خلال جوالك. نعم، من خلال جوالك. تطبيق ما ياخذ معك وقت 10 دقائق، ربع ساعة طبعا بالكثير، او اذا بدك تطبيق احترافي راح ياخذ معك وقت يعني ساعتين ثلاثة او يوم اذا بدك يا شيء ممتاز. طبعا انت راح تسأل شلون بدي انا استفيد من هاي التطبيقات. تمام، انت راح تستفيد انه تعرض اعلاناتك من شركة جوجل ادموب او شركة فيسبوك او شركة ستار اب. راح يتم عرض اعلاناتك، ومقابل هذه الإعلانات اللي راح تظهر على تطبيقك راح يتم انت مثل تربح عليها المصاري. تمام، وايضا طبعا راح نشرح بالكورس طبعا اللي قام نسويه حاليا جميع هذه الامور، يعني من الصفر شلون انشاء حساب ادموب، طريقة تفادي التقييد، وايضا طريقة صناعة تطبيقات من دون اي خبرة حتى لو ما كان عندك خبرة شيء عن طريق بس جوالك. تمام، وطريقة رفع التطبيق على متجر جوجل بلاي والسامسونج، وان شاء الله راح يعني على كل المتاجر. طبعا هذيك المتاجر مجانيه، اما جوجل بلاي يحتاج رسوم 25 دولار مشان تقدر تفتح حساب. طبعا حساب مطور احنا راح نشرح بهذا الكورس من الصفر حتى ما تكون انت تقدر تصنع تطبيقات لحالك وتقوم بالربح منها. وطبعا طبعا للجاليه العربيه السوريه راح تصير مشاكل من اجل تاكيد حساب ادموب، واحنا ان شاء الله راح نحل هاي المشاكل اذا كنت مهتم بهذا الامر. يعني ما باي مشكله تقدر تستثمر وقتك وتتعلم خلال لولا الساعه بعد ما نصرف من شغلك تصنع تطبيق او اي شيء تستفيد منه وتحطه كدخل ثاني لك. الطريقه سهله جدا، وان شاء الله راح نعطيك كورس بسيط يعني وبكل ان شاء الله احترافيه وتفادي كل الاخطاء مشان انت ما يتقيد حسابك وكل هالامور التقنيه اللي راح انت اتواجه. راح يكون مشروح بهذا الكورس اللي راح اخلي لك رابطه اسفل الفيديو. طبعا الكورس لسه ما خلص، قام احنا نقوم بتحديث الفيديوهات وتنزيلها اول حاجه في 4 فيديوهات او 5، تابعها انت. وان شاء الله كل يوم احنا راح نقوم بتنزيل فيديو او اثنين حتى ما نختم هذه السلسله. وطبعا مثل ما قلت لك، اذا انت مهتم وبدك تحقق دخل ثاني شارك الفيديو وتابع الكورس. ما راح انت يعني ما راح تخسر شيء، بالعكس انت راح تكسب وتحقق دخل ثاني ان شاء الله. طبعا اذا تابعت الكورس من الاول لاخر شيء بالطريقه الصحيحه راح تستفاد انت. واذا عندك اي سؤال او اي استفسار بخصوص اي شيء حطني بالتعليقات، وان شاء الله سوف نقوم برد عليكم باقرب وقت ممكن. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.